عائلاتنا بيعيشوا في فترات صعبة جدا، ما في مكان آمن. طول الموضوع القصف طبعا في كل مكان. رحت على مستشفى الشفا وديتنا طلبية لمستشفى الشفا قسم الحروق، صعب الحركة والتحرك هناك، صعب الوصول ونودي الطلبيات هذه للأقسام. وجدت كميات هائلة أو هيوج نمبر من الناس الموجودين في مستشفى الشفا، يعتقدون أن هذا هو مكان آمن، ما في مكان أي آمن. طبعا معظم الإصابات كلها خطيرة جدا، ما في أماكن وما في وسع في الأقسام لدخولهم. في حالات مرضى بدهم دخول مستشفى عمليات طارئة، في حالات إرجن طارئة، كل الأرض المرضى على الأرض مفروشين، ما في مجال ما في وسع من كثرة الناس واكتظاظ السكان الموجود في المنطقة. ما فضلت أني أتحرك من بيتي أنا لأنه ما في مكان آمن موجود. لا خبز ولا مية ولا كهرباء لحتى الآن، من أو بداية الحرب لحتى الآن. بالنسبة لموضوع المية، مية ملوثة غير صالحة للشرب طبعا، وما في مكان آمن نقعد فيه. وكل الأماكن اللي في الجنوب مكتظة بالسكان. معظم الناس اللي موجودين كانوا عندي في البيت طبعا راحوا على الوسطى وعلى الجنوب، وطبعا وأغلب الناس صارت لقت الأمور صعبة هناك، عاودت ترجع إلى بيوتها.